بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اتبع هداه، أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في قناتكم قناة بواعث الهداية، وحياكم الله وبارك فيكم وأحسن الله إليكم وزادكم الله من فضله. إذا من الله عليك بأن تفعل عمرة وأن تسافر إلى العمرة، فهناك بعض الأمور التي قد يجهلها الناس أو لا يعلمها الناس، لأنهم قد يكون هذه هي أول مرة يذهب فيها إلى العمرة أو إلى الحج. فنقول لك مبدئيا، بعض الناس يغتسل في بيته ويلبس لباس الإحرام في بيته، ثم يذهب إلى المطار سواء كان مطار القاهرة أو الإسكندرية برج العرب، من أجل أن يسافر إلى جدة. فقد يلبس الإحرام في بيته ويحرم من بيته ويقول لبيك اللهم عمرة، وهذا ليس هو الصواب. إنما الصواب أن تذهب تروح المطار عادي كأنك مسافر في أي مكان آخر، ولا يشترط أن تغتسل أو تستحمى كما نقول نحن أهل مصر، من أجل أنك ستذهب إلى العمرة في بيتك، ولا تلبس لباس الإحرام إلا عند الميقات، وسنتعرف على ذلك. وأيضا بالنسبة للنساء، بعضهم يلبس الثياب الأبيض، وبصراحة الثياب الأبيض لا يخصص أبدا للعمرة للنساء، ولا تلبسه النساء أبدا، إنما تلبس السواد الذي يكون هو أحسن للمرأة وأستر للمرأة. أما لبس البياض أو الأبيض فإنه يكون للرجال لا النساء، حتى يتبين هذا الأمر. ثانيا، لا يشترط أن تعرف الناس بأنك تسافر إلى العمرة أو إلى الحج، وأيضا بأن تحتفل هذا الاحتفال، فليس لكل ذلك أصل في الدين، إنما كما يقول أهل العلم الأصل في العبادة الخفاء، الأصل في العبادة الخفاء. فإن استطعت ألا يعرف أحد بذهابك إلى العمرة فهذا حسن، حتى يكون هذا العمل وهذه العمرة خالصة لوجه الله عز وجل، وهذا هو الأحسن بالنسبة لكل واحد يفعل فعلا أو عبادة أو عملا صالحا. هل ألبس لبس الإحرام في المطار ولا لازم في الميقات؟ ما السنة لو في الميقات، ما هي الطيارة هتعدي على الميقات ومش هلحق ألبس. ينفع أن أنت تلبس لبس الإحرام في المطار، ما فيش منه مشكلة، بس ما تلبيش أو تقول لبيك اللهم عمرة أو تنوي أن تدخل في الإحرام قبل ما تركب الطيارة، استنى شوي، لكن البس لبس الإحرام عادي. بعض الناس يظن أنه عندما يلبس لبس الإحرام أنه محرم، لا، لابد من أن تدخل النية مع لبسك للإحرام، وسنتكلم عن هذا إن شاء الله. إن استطعت أن تغتسل أو تستحمى في المطار فده كويس، لأن من السنة الاغتسال والتنظف والتطيب قبل الدخول في الإحرام، ومنها أيضا السنن الفطرية تكون مفعلة، مثل حلق العانة، نتف الإبط، قص الشارب وقص الأظافر وغير ذلك، والاستحمام والتنظف، هذا من المستحب الذي استحبه أهل العلم قبل أن يدخل المسلم في إحرامه، فهذا من المستحب. وأيضا ينهي ذلك بأن يغتسل أو يستحمى قبل أن يلبس الإحرام. فإن استطاع أو إن عرف إن هو يستحمى في المطار ويلبس الإحرام كويس ولله الحمد، معرفش أو لم يستطع أن يغتسل أو يستحمى في المطار ممكن أن يتوضأ فقط، ثم يدخل الحمام أو مكان خالي ويخلع كل ملابسه ويبدأ في لبس الإحرام، وسنبين إن شاء الله تعالى لبس الإحرام كيف يكون. فيتوضأ إن معرفش إن هو يستحمى أو يغتسل، يتوضأ ويلبس الإحرام على وضوء. طيب الجو برد أو مثلا معرفش يتوضأ أو غير ذلك، هل ينفع إن أنا ألبس الإحرام على طول؟ جائز إن أنت تلبس الإحرام على طول حتى لو من غير وضوء، لكن الأحسن إنك تلبس الإحرام على طهارة، سواء كان بعد الاستحمام والاغتسال أو سواء كان بعد الوضوء على الأقل، لأنك ستدخل في عبادة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. بالنسبة للمرأة نفس الموضوع، طبعا مش هينفع انها تغتسل مثلا في المطار، او مش هينفع انها تتوضى مثلا ان دخلت اماكن النساء المخصص فيها الوضوء وغير ذلك، فان لم تستطع ان تتوضى فخلاص، هي اصلا بثيابها عادي، والمرأة ثياب خروجها هو ثياب الإحرام، ما عدا انها لا تنتقب، اي لا تلبس النقاب او ما نسميه البرقع الذي يظهر العين، وايضا تخلع القفاز أو الجوينتي كما نسميه وتكون من غيره بس. أما باقي ثياب المرأة مثله مثل باقي الثياب أو لبس العادي. طيب هل للمرأة أن تستر وجهها؟ نعم، لها أن تستر وجهها، لكن لا تلبس البرقع الذي يخفي كل الوجه
ويظهر العين فقط. فهذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، أي الجونتي كما نسميها، لكن يجوز أنها تستر كما جاء في ذلك أدلة من حديث عائشة رضي الله عنها وحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم جميعا، أنهم كان إذا مر الركبان أسدلت إحدانا على وجهها من ثيابها. فهذا يجوز أن تستر المرأة وجهها دون أن تلبس النقاب أو البرقع. ومن الممكن أن تفعل العكس، يعني لا تجعل البرقع على وجهها، بل إذا قلبته وخلت الطبقات اللي بتنزل بعد البرقع هي اللي على وشها وتخلي البرقع على الرأس، هذا هو الأحسن. فبهذه الطبقة تكون سترت كل الوجه دون أن تفصل العين، دون أن تفصل العين. ويوجد أيضا نقاب شبك ليس فيه برقع، يعني تسدله فقط يخفي الوجه ومع ذلك تنظر المرأة من الشبك، فهذا أيضا أحسن. وأما بالنسبة للقفاز أو الجوانتي لا تلبسه المرأة، المرأة ما بتلبسوش، لكن ممكن إنها تنزل المعصم اللي بيتلبس في الساعد، ممكن تنزله عادي جدا على أطراف الأصابع لا بأس، لكن لا تلبس الجوانتي الذي يخيط أو يفصل على الأصابع لا تلبسه. لكن ممكن إنها تلبس مثلا عباية أو خمار بكم طويل لا بأس، أو تنزل المعصم الذي يكون في الساعد تنزله لا بأس. بعض نساء إندونيسيا تقريبا يلبسون مثل الجوانتي لكن لا يفصل الأصابع، بس يغطي فقط ظهر اليد، فهذا لا بأس فيه. المهم أنها لا تلبس شيء يفصل الأصابع، فهذا أيضا إذا أحبت ستر يديها دون أن تلبس القفاز أو ما يشابه أنها تخيط أو تفصل الأصابع. أما إحرام الرجل، فإن الرجل يخلع كل الثياب، يعني يجرد من كل الثياب، ولباس الإحرام قطعتين أو كما نسميه احنا فوطة مثلا أو بشكير، لكن هو قطعتين، رداء وإزار. أما الرداء فيكون من الأعلى والإزار يكون من أسفل، وهم نفس الحجم تقريبا ونفس كل شيء. الأحسن لما تيجي تشتري الإحرام أن يكون أكبر من حجمك قليلا، يعني مش لازم تجيبه لارج أو إكس لارج، أو حاول أن تجيبه كبير على أساس أن يستر جميع البدن، بس لا يكون كبير جدا لدرجة أنه يدلدل منك في الأرض، أو أنك كل شوية ملبوخ به أو مش عارف تلبسه وكده، لا سيما أن احنا ما تعودنا على لبس الرداء والإزار. فحاول انك تجيبه اكبر نمرة او رقم من مقاسك الحالي، وهذا بيكون واضح عندما تأتي تشتري الاحرام له مقاس، حاول انك تشوف الاحسن والانسب لك. وبيكون قطعتين مثل هذه، يكون قطعتين، قطعة كما قلنا للرداء او الازار، اي واحد منهم تلبسه تحت اللي هو الازار، واي واحد منهم تلبسه فوق اللي هو الرداء. طيب كيف يكون هو اللبس وكيف أتحكم فيه؟ هذا ما سنتعرف عليه الآن إن شاء الله تبارك وتعالى. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.